سيتم التكفل بصيانة وإعادة الكوابل المسروقة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. كما لا يفوتنا أن نشكر السلطات الأمنية، سلطات المصالح الأمنية التي تقوم بمجهودات من أجل حد من هذه الظاهرة، ونطلب من السكان التحلي باليقظة من أجل التبليغ عن أي شخص مشتبه به. المستهدفات تقريبا جميع الأحياء بما فيها منطقة الرويصات، عين البيضاء، حي النصر، باب منديل، سيدي خويل، حتى المناطق البعيدة أو النائية اللي مثل البور.